وللمزيد معنا من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، الحكومة في بغداد قررت ملاحقة الموظفين المصوتين في الاستفتاء ونقل شبكات الهاتف المحمول إلى بغداد. كيف ستنعكس هذه القرارات على الأزمة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. السلطة في بغداد وجدت في استفتاء انفصال كردستان الذي نحن نرفضه بالتأكيد، وجدت أن هذا فرصة، هذا الاستفتاء فرصة لها لتصفية خلافاتها وصراعاتها السياسية مع الأحزاب الكردية التي أجرت أو التي وافقت أو المسؤولين الذين وافقوا واشتركوا في هذا الاستفتاء الانفصالي. وبالتالي هو ليس من منطلق هذه الإجراءات التي تعتمدها السلطة في بغداد، نظام المنطقة الخضراء، هو ليس من باب الحرص على وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره، لأن هذه السلطة هي من فرط بسيادة العراق ووحدته ولكن واستقلاله، ولكن هي محاولة لتصفية الصراعات السياسية والحسابات مع هذه الجهات الكردية. طيب، البرزاني يريد إجراء أو هناك حديث عن طرح القوى الدولية مشروع نظام كونفدرالي على أربيل، ما قراءتك لهذا المشروع وما هي صيغته برأيك؟ هذا المشروع الحقيقة هو لحد الآن لم يطرح، هو مجرد تسريبات صحفية ربما كانت في إطار جس النبض وبالونات الاختبار كما تسمى. لكن هذا المشروع أخطر في الحقيقة من مشروع الفدرالية التي تضمنها الدستور العراقي الاحتلالي المعمول الآن به منذ 2005. هذه الكونفدرالية تعني أن هناك دول مستقلة ذات سيادة كاملة وذات حدود دولية معترف بها ومسجلة وموثقة دوليا في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية، ولكن هناك رابطة ضمن يعني تجمعها مع دول أخرى للتنسيق في قضايا موحدة، لكن هذه الدول تتمتع باستقلالية كاملة في موضوعات الأمن، موضوعات الجيش، موضوعات التمثيل الدبلوماسي. على سبيل المثال، مثلا رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، هذه دول مستقلة بالكامل ولكن تنسق فيما بينها في بعض القضايا لأغراض التنسيق فقط. هناك أيضا موضوع مثلا دول الكومنولث. طيب، البرزاني يريد إجراء نماذج الكونفدرالية في العالم. هذا مشروع أخطر من مشروع الفدرالية، ويجب على الوطنيين العراقيين أن يتصدوا له بكل قوة وبكل صلابة أيضا. نعم، البرزاني يريد إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة، هل برأيكم يمكن التنازل من قبل بغداد لهذا الأمر؟ بصرف النظر عن يعني موقف بغداد من هذا ونظام المنطقة الخضراء من هذا العرض الذي قدمه مسعود برزاني، الحقيقة أنه عندما تأتي إلى التفاوض يجب أن يكون التفاوض غير مشروط، ولكن لا يمكن أن تأتي إلى التفاوض بعد أن يعني قمت بخطوة يمكن أن ينهار فيها المشهد بشكل كامل. الخطوة التي قام بها مسعود برزاني في الإصرار على إجراء الاستفتاء رغم رفض الجهات الإقليمية والدولية ورفض نظام المنطقة الخضراء ونصائح حتى أصدقاء مسعود برزاني لم يستمع إلى نصائحهم، وبالتالي هذا مشهد هذه الخطوة عقدت المشهد بشكل كامل، وبالتالي من الضروري جدا أن يتخلى عن هذه الخطوة الانفصالية ويلغي نتائجها بالكامل ويعلن بطلانها كاملة ثم يأتي ليتفاوض. هذا أنا أعتقد هو الأمر المنطقي منه، أما أنه يعني أقدم على هذه الخطوة ثم يأتي إلى التفاوض ويطالب بعدم شروط وضع شروط له للتفاوض. طيب، أعتقد هذا قراءة مغلوطة للأحداث. طيب، هناك الحديث عن قمة قريبة في بغداد تجمع تركيا وإيران على الطاولة، برأيك هل هناك أي تصعيد مستقبلي؟ هل سنجد قرارات أخرى؟ وما رأيك هذه القرارات التي ستخرج؟ هي بالتأكيد الإجراءات التي ستتخذها يعني دولة جمهورية تركيا وإيران ونظام المنطقة الخضراء هي مزيد من التصعيد، مزيد من الضغط سواء السياسي أو الاقتصادي، وربما هناك إجراءات أخرى تتخذ لاحقا على طريق تطويق إقليم كردستان أو محافظات شمال العراق
لإجبار برزاني ومن يؤيده من مسؤولين ومن أحزاب على التراجع عن هذه الخطوة الانفصالية التي أعلنوها، التي كانت هي أشبه بمحاولة لي الأذرع لبغداد وطهران وأنقرة. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.